السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دكتور جمال فرحان أونلاين كورسز introduce to you a free lecture for further more information، معلومات زيادة متقدمة. contact us through our social media، ممكن تواصلوا من خلال السوشيال ميديا الظاهرة في الشاشة seen in the screen، or you can go to the comment section below and the description، في خانة الوصف أو التعليقات تحت هتلاقوا رابط مباشر في الواتساب businesses. Not to take more of your time، عشان ما ناخذ كثير من وقتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله تستفيدوا من هذه المحاضره. بالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll start with the respiratory chain او الالكترون ترانسبورت تشين. احنا كثير تكلمنا في المحاضرات السابقه عن الريسبيراتوري تشين او الإلكترون ترانسبورت تشين وما هي وكيف نستفيد منها. فلتس ستارت تو explanations اور give an explanations فور respiratory تشين او other name is electronic. As we said, the respiratory chain has other name called electron transport chain. هذه كلها مسميات اللي هو respiratory chain. وقلنا وظيفة respiratory chain هي تحويل الناد H إلى أو الفاد H إلى energy as a form of ATP. وقلنا إنه كل ناد H بيساوي لنا 1.5 or 2.5 ATP. فقبل ما نعرف أي حاجة لازم نعرف معلومة إنه the final receptor or acceptor for hydrogen is oxygen. Okay. لأنه إحنا بالنهاية هنحول الناد H أو الفاد H إلى ناد فقط من غير ال H من غير الهيدروجين، ويعطينا ال ATP تتحول إلى ATP. فالهيدروجين هنا اللي راحت اللي هو ال H هذه راحت إلى أنها ترتبط مع الأكسجين اللي في الرسبيراتوري تشين. فهذا حالياً اللي يهمنا. فليتس بيجين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسبيراتوري تشين أو اللي هو الإلكترون ترانسبورت تشين، الديفينيشن تبعها أو الانترودكشن تبعها، it is virtually all energy released from oxidation of carbohydrates, fats and protein. Virtually تقريبا أو واقعيا إنه كل الطاقة all energy released يتم تحريرها from oxidation of carbohydrate. عملية الأكسيديشن اللي صارت في الكربوهيدرات اللي احنا تكلمنا عليها في المحاضرات السابقة اللي هو digestion absorption glycolysis، وتكلمنا على TCA cycle. فهذه كلها الأكسيديشن تبع الكربوهيدرات تبع الفاتس اللي في المحاضرات القادمة تبع البروتين is made available in as. okay. الطاقة هذه اللي يتم تحريرها من الأكسيديشن أو عملية الأكسدة في هذه المركبات تعطينا أن تكون موجودة أو مخزنة as reducing equivalent. reducing equivalent أننا قال لك plus hydrogen or E اللي هو إلكترون، اللي هو minus hydrogen أو إلكترون. فتكون يعني الطاقة تكون مخزنة في reducing equivalent على شكل إلكترونات أو هيدروجين اللي هو minus. These are the reducing equivalent هذه عبارة عن funneling اللي هو مسار into respiratory chain. يعني هذه المواد راح تروح على respiratory chain عشان تعطينا energy. طيب قال rule of respiratory chain of mitochondria in conversion of food energy to ATP. بيحول لنا الناد H إلى ATP. طب لو لاحظتوا أن respiratory chain وين تحدث؟ في الميتوكوندريا كمان. عندنا ثلاث أشياء إلى الآن تحدث في الميتوكوندريا ماتريكس، منها TCA cycle و
عندنا اللي هو التحول البايروفات إلى الأسيتايل كو إيه، سميناها أوكسيديتيف فوسفوليريشن، وكمان عندنا اللي هو الآن اللي هو ريسبيراتوري تشين. فلو جينا هنا بالضبط الفودز أخذنا من الأكل اللي هو من الدايتري، ثم سواء كان فاتس كربوهيدرات بروتينز بيتكسر عن طريق الدايجستشن حتى يوصل الفورم اوف ابزوربشن، فتتكسر الى الفاتي اسيدز جليسرول جلوكوز امينو اسيدز. بعدين كل واحدة بيصير لها عملية بتتحول لأسيتال كو إيه، زي ما قلنا عملية الجلايكوليسيس تحدث في الجلوكوز تحولها إلى أسيتال كو إيه. هالأسيتال كو إيه قلنا في كلها هو الفاينل يعني final pathway for oxidation of these three molecules or macro molecules. الأسيتال كو إيه قلنا بيروح عن طريق اللي هو الـ CTA cycle اللي هو الـ Krebs cycle عشان تعطينا energy. طيب الـ energy أعطتنا إيش؟ أعطتنا طاقة مباشرة as a form of ATP، وأعطتنا كمان اللي هو الـ NAD H. الـ NAD H بيدخل الريسبيراتوري تشين في الميتوكوندريا كلها. هذه وين؟ في الميتوكوندريا حاليا، احنا في الميتوكوندريا الريسبيراتوري تشين الناد اتش بتخش الريسبيراتوري تشين، بيجي الهيدروجين يرتبط في الاكسجين عشان يكون لنا اللي هو الووتر، وبعدين وبيجي الاي دي بي عشان يرتبط مع اللي هو الفوسفيت اللي طلعت من اللي هو الناد اتش، تكون لنا الاي تي بي بالنهاية. هذه مختصر المحاضرة السابقة والمحاضرة اللي قبلها ومحاضرة اليوم بشكل بسيط، لكن اللي يهمنا حاليا انه تحدث في الميتوكوندريا. طيب فود نفس الفكرة، بروتينز فاتس اند كربوهيدرات تتكسر عن طريق الدايجستيون ابزوربشن تتحول لجلوكوز جليسرول فاتي اسيدز امينو اسيدز. الجلوكوز بيمر عن طريق الجلايكوليسيس عشان يعطينا الاسيتيل كو اي، وهكذا الفاتي اسيدز كمان والجليسرول بيمروا عشان يحطونا البيتا اوكسيديشن بعدين بتتحول لاسيتال كو، هنعرفها في المحاضرات القادمه، لكن حاليا يهمنا الجلوكوز. البروتينز بيمر عن طريق الامينو اسيدز ثم يحصل له اللي هو ترانزليشن عشان يتحول لاسيتال كو. بعدها الاسيتال كو بيدخل في السيتريك اسيد سايكل واللي سميناها الكريب سايكل او تي سي اي سايكل، ثم بتعطينا مركبات الاي تي بي، ثم بعض المركبات زي الفاد اتش والناد اتش. الناد اتش والفات اتش بتمر عن طريق الالكترون ترانسبورت تشين اللي هو ريسبيراتوري تشين، عن طريق اللي هو يدخل الاي دي بي بيتحول للاي تي بي، والاتش بيرتبط مع الاكسجين عشان يعطينا اللي هو الاتش تو او اللي هو الووتر. هذه بمختصر مفيد يعني بسيط كده جدا، لو عرفتوا هذا الكلام الكلام ان شاء الله القادم مجرد انزيمات مجرد مركبات فقط، لكن الباثوي تقريبا احنا خلاص يعني اوريدي تكلمنا عليها. فال definition of respiratory chain، definition عادة يعطينا عبارة عن معنى صغير للعملية اللي راح تصير. فال definition of respiratory chain قال هي عبارة عن series of catalyst found in mitochondria. وين اللوكيشن تبع respiratory chain في الميتوكوندريا؟ عبارة عن ايش؟ عبارة عن سلسلة من الكاتاليست. الكاتاليست اللي هو الهادمة او الانزيمات عبارة is a series of catalysts found in mitochondria that collect and transport reducing equivalents. إن من reducing equivalent هو NAD H وال FAD H، فهو بيعمل على collections of NAD H and FAD H and transport اللي هو reducing equivalent هذه and direct them، بيحصل إنه توجيههم to the final reactions with oxygen to form water. عشان كده احنا قلنا ببداية السلايد منه انه هو الفاينل اكسبتور اوف هيدروجين از اوكسجين، فهذا الديفينيشن. اللوكيشن وي اوريدي يعني تكلمنا عليه، ذا رياكشن تيك بليس ان ميتوكوندريا، هي تحدث في الميتوكوندريا which have been termed the power house. ميتوكوندريا احنا نعرف ان هي بيت الطاقة، فهذه هي مسماها فقط يعني هذه مجرد معلومات استرجاعية فقط. of the cell have two membrane، زي ما عارفين انه الميتوكوندريا فيها two membrane. I think there is a picture here we can يعني no the picture is after this slide
اوكي راح نشرح هذا يعني الحين بعد شوية. It has two membranes and matrix. عندها جدارين خلويين ومادة بين الخلوية اللي هي الماتريكس. The outer membrane is smooth and permeable. هو عبارة عن غشاء ناعم وpermeable يعني قابل إنه المواد تدخل عبره يعني نافذ. Two small molecules. Small molecules أعطانا من أمثلتها اللي هو الADP والATP and change or charge ions. بعض الأيونات مثل الهيدروجين والصوديوم والبوتاسيوم. أما الـ inner membrane that is invaginate يعني بيكون فيه التواءات كذا invaginates into crust or crista. هذه الالتواءات تسمى بكريستا، هنشوفها بالبيكتشرز هتكون أوضح. هنشوفها بالبيكتشرز أحسن. هذا الأوتر ميمبرين وهذا الانر ميمبرين، زي ما شايفين اوتر انر ميمبرين اوتر ميمبرين. هذه الماده اللي جوا اسمها ماتريكس. اما الكريست زي ما قلنا الانر ميمبرين في انفاجينيتد يعني في التواءات، هذه هي الالتواءات تسمى بالكريستا. فقلنا انر ميمبرين ذات از انفاجينيتد انتو كريستا اند اللي هو سيلكتيفلي بيرميبلز يعني أو النفاذية الاختيارية عنده selectively يعني مختارة أشياء معينة فقط اللي تدخل والأشياء الثانية ما تدخل. Two small molecules and a charge ion في يعني بعض المركبات الصغيرة أو الأيونز. Contain اللي هو electron transport enzyme. الإنزيمات إحنا قلنا أصلا electron transport enzyme الإلكترون transport chain أو respiratory chain occurs in mitochondria. فالميتوكوندريا بتحتوي على الإنزيمات اللي محتاجينها عشان الإلكترون transport chain موجودة في الميتوكوندريا. فمن هنا قال contain electron transport enzymes إنزيماتها هذه العملية موجودة هنا. embedded بمعنى أنها تكون ملتحمة في الـ inner mitochondria. also contain ATP synthase. والـ ATP synthase هذا هو عبارة عن جهاز موجود يعني حيوي يعني يكون موجود في الميتوكوندريا، وهنشوفه هو اللي بعدها في آخر عملية من الإلكترون ترانسبورت تشين بيحولنا إلى الـ ATP، هنعرفه بعد شوية. فالميتوكوندريا الـ inner mitochondrial membrane بيحتوي على كريستا، هو selectively permeable، وكمان اللي هو كونتين اللي هو الالكترون ترانسبورت انزيمز، وكمان في اللي هو الاي تي بي سينثيز. وهذه يعني بتغطيش احيانا في الام اكس كيوز الخيارات انه الاي تي بي سينثيز اين يوجد. تشوز ميتوكوندريا. ماتريكس از كاركترايزد باي بريزنس اوف بايروفيت دي هيدروجينيز. احنا تكلمنا انه اوريدي يعني بايروفيت هيدروجينيز هو موجود انزيم موجود في الميتوكوندريا لانه بيحول البايروفيت الى الاسيتيل كو اي، وكمان التي سي اي سايكل انزيمز اوريدي يعني موجوده هناك لانه اصلا عمليه التي سي اي سايكل بتحدث في الميتوكوندريا، فالميتوكوندريا بتحتوي على تي اي سي سايكلز. البيتا اوكسيديشن هذا عاده في الفاتي اسيدز واللي بتكسر الفاتس او الفاتي اسيدز الى انرجي، فالإنزيمات تبعها موجودة برضو في الميتوكوندريا. هذه في المحاضرة القادمة أو المحاضرة بعد القادمة إن شاء الله راح تكون. كمان بيحتوي على الناد والفاد والاي دي بي والانورجانيك فوسفيت والناد اتش. الناد اتش هذه اوريدي اللي موجودة من عملية تحول البايروفيت إلى الأسيتال كو اي، هي موجودة كمان من عملية تحول أو عملية الكريب سايكل اللي موجودة، لأنها كونتنا ATP ناد ناد اتش اثنين ناد اتش تكلمنا عليهم في المحاضرة السابقة. فهذه أشياء موجودة يعني في الـ inner mitochondrium أو في الماتريكس بشكل عام. فقلنا الجلوكوز بيكون الجلايكوليسيس بتحدث في السيتوسول، بتنتهي لنا عن طريق البايروفيت. البايروفيت
هذه في السيتوسول. البايروفيت بيتحول إما لللاكتيت إذا كانت في عملية الآن اللي هو ان اوكسيديشن او ان ايروبيك، سوري ان ايروبيك، لما يكون ابسنت اوف اوكسجين. اما في حاله البريزنت اوف اوكسجين فتتم تحول البايروفيت الى الاسيتيل كو اي في الميتوكوندريا اللي بتنتج لنا الناد اتش. هذا واحده من الناد اتش اللي موجوده في الكريبس سايكل. كمان بتنتج لنا الناد اتش برضه وين موجوده في الميتوكوندريا. كمان الكريبس سايكل بتنتج لنا الاي تي بي موجوده في الميتوكوندريا. الاي تي بي اصلا بتيجي من وين؟ بتيجي من من الـ ADP، فمعناته موجود عندنا الـ ADP هنا. كمان برا اللي يهمنا هذول هم هنا في عملية الجلايكوليسيس. اوكي، عملية الجلايكوليسيس كوننا ATP وتكون معانا الـ NADH. طيب هذول علشان يدخلوا الميتوكوندريا عشان يمشوا الى الريسبيراتوري تشين او الالكترون ترانسبورت تشين، هذول فقط اللي يكون عندنا انه ممكن يكونوا يتحولوا الى الناد اتش. ممكن يتحول ل 1.2، 1.5 او 2.5. لكن اللي جوا، اللي جوا دائما 2.5 على طول، يعني تيجي تحولهم دايركتلي 2.5. لكن اللي برا، لانه عن طريق عملية الدخول عندنا طريقتين هنشوفهم الحين بعد شوية. طريقة بتعطينا 1.5، طريقة بتعطينا 2.5. اوكي، هذا اللي يهمنا احنا حاليا. فال ATP الناد اتش بعد ما تخش تمشي الى الميتوكوندريا اللي هو الانزيم اللي موجود امبيدد في الانر ميتوكوندريا ميمبرين. في الانر ميتوكوندريا ميمبرين عندنا انزيمات لاحمه فيها، فتحصل عمليه اللي هو الالكترون ترانسبورت تشين عشان ينتج لنا اللي هو الووتر وتعطينا ال ATP بعدين تطلع لنا اياه على شكل طاقه. طيب ال general properties of اللي هو respiratory chain. أول شيء mitochondrial pathway، فا it's occurs in the inner mitochondrial membrane. من أهم ال properties تبعها، الخصائص، إنها موجودة في ال mitochondrial أو mitochondrial pathway. زي ما قلنا من خصائص ال glycolysis إنه موجودة في السيتوسوليك، لكن هنا mitochondrial pathways. aerobic pathways، الجلايكولوسيس aerobic and anaerobic في حالة present of oxygen and absent of oxygen. This is the glycolysis. But لكن ال respiratory chain or electron transport chain just aerobic pathway occurs in the present of oxygen only. If there is no oxygen, no respiratory chain. Okay. فمن خصائصها كمان إنه بحالة وجود بس فقط الأكسجين. طيب قال occurs in tissue having mitochondria only because it's occurs in mitochondria so it's needs tissue or cells that contain mitochondria. واحنا دائما نعرف ان ال RBCs او اللي هو ال erythrocytes او خلايا الدم الحمراء doesn't contain mitochondria، فمعناها respiratory chain ما تحدث في ال RBCs اللي هو red blood cells، خلايا الدم الحمراء. طيب ال importance، ايش أهمية respiratory chain؟ من اسمها ومن طريقة العمل، أول شيء ايش؟ produce what؟ produce energy، تعطينا energy، فواضح من المعنى. كمان انه بتعطينا يعني طاقة، تعتبر يعني يعني نقدر نقول أقل من غيرها، لكن بتعطي طاقة أعلى في حالة كانت موجودة. يعني في حالة ما كان عندنا، ما حصلت اللي هو respiratory chain، كذا نقصنا اللي هو الناد، والناد اللي بتحول ممكن إلى 7 إلى 8 ATP، فمعناها تقلت، لكن وجودها مهم عشان تزيد الطاقة. هذا بشكل عام من خلال فهمنا، لكن لو نيجي ناخذها بمنظور يعني منظور الكتب نسميها oxidative phosphorylations enables aerobic organism. اوكي، العملية هذه يعني تسمح في الأروبيك أورجانيزم اللي هي تعيش على الأكسجين to capture، عشان تمسك أو عشان تعطينا greater proportion of available. اوكي، عشان تعطينا نسبة عالية من available of free energy، عشان تعطينا إيش؟ energy زيادة compare with
اللي هو anaerobic condition. يعني في حالة الانيروبيك ما حصلت عندنا اللي هو الناد اتش، ما حصلت عندنا الريسبيراتوري تشين، وكمان تم استهلاك الناد اتش في عملية تحويل البايروبيت إلى اللاكتيت عن طريق الإنزيم اللي هو لاكتيت ديهيدروجينيز، فكذا قلت نسبة الطاقة، فهي تعطينا طاقة أعلى بالنسبة للانيروبيك. طيب أكسيديتيف فوسفوريليشنز is inhibited by some drugs and اللي هو poisons، بيحصل لها اللي هو عملية تثبيط عن طريق السموم أو عن طريق بعض العلاجات المعينة. طيب ال complex of respiratory chain، okay the electron transport chains consist of three proteins complex. لو تذكر في عندنا three برضو فين موجودة، سميناهم إيش؟ lactate dehydrogenase complex، وعبارة عن ثلاثة إنزيمات تكلمنا عليهم في المحاضرة السابقة. جميع الروابط هتلاقوها في descriptions المحاضرات السابقة، كمان السمري أو الملخص اللي هنا برضو بعد شوية على الشرح هذا هتلاقوه تحت في descriptions، كمان هتلاقوا نفس الفايل ده هذا نفس الملف هتلاقوه كمان في description. فالإلكترون ترانسبورت consists of three complex enzymes، سميناهم تسمية مبدئية لكن بعدين هنسميهم تسمية مبدئية، سميناهم complex 1 complex 3 complex 4، okay which are embedded in the inner mitochondrial membrane، تكون متلاحمة في mitochondrial membrane and two mobile carrier molecules، في عندنا اثنين نواقل متحركة molecules، okay عندنا الناقل الأول اسمه الأبيكيونون، والأبيكيونون عنده مسمى آخر اسمه الكوإنزيم كيو، وعندنا اللي هو السيتوكروم سي. أبيكيونون اللي هو الكوإنزيم كيو والسيتوكروم سي، هذا عبارة عن إيش؟ موبل كارير مولكيولز. فور إكزامبل كويستشن، وات آر ذا تو موبل كارير إن ريسبيراتوري تشين؟ سبيس سبيس أند يو جاست رايت أبيكيونون أور كوإنزيم كيو أند سيتوكروم سي. طيب عندنا كمان احنا لاحظوا هنا قلنا complex 1 3 4 no 2 صح؟ احنا تكلمنا في عملية التي سي سايكل او الكريب سايكل انه عندنا اصلا اوريدي يعني اللي هو السكسينايل او السكسينيد دي هيدروجينيز، بما يهمنا انه هو الوحيد من الانزيمات اللي ملتحم في الانر ميتوكوندريال ميمبرين، فهو يكون في امبيدد وهو السكسينايد او السكسينيد دي هيدروجينيز، ونسميه الكومبلكس 2. فالكومبلكس 2 اسمه السكسينيت ديهيدرين، which is actually belongs to the اللي هو تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل اللي هو الكريب سايكل، is also a second to respiratory chain as a complex 2. هو اصلا هو موجود فين؟ في الكريب سايكل، لكن كمان يعتبر من أو يعين أن يكون موجود كمان اللي هو في الريسبيراتوري تشين، ويسمى بتسمية اللي هو الكومبلكس 2. الاديشنال كارير اللي هو الموفبل كارير أو الموبل كارير، الريسبيراتوري تشين هاز تو اديشنال كارير زي ما قلنا اللي هو الموبل كارير سميناهم، عندنا اللي هو أبيكيونون أو اللي هو الكو انزيم كيو هذا اللي يهمنا، 1 عندنا السيتوكروم سي هذا هو الثاني. الأبيكيونون كوإنزيم أو كوإنزيم كيو is lipid diffuses rapidly within the membrane، okay وظيفته is يعني بيعمل اللي هو diffuse بيعمل اللي هو انتشار للليبيدز، بيحط عملية الامتصاص فيها سريعة. فقال linked the اللي هو فلوفو بروتينز تو اللي هو السيتوكروم بي، لكن اللي هو السيتوكروم سي is a هيمي containing بروتين، هناخدها كمان في نهاية الكورس هذا عن طريق اللي هو الهيم وما الهيم، فنلاحظ انه السيتوكروم سي واحدة من الهيم containing بروتينز. linked between the complex 4 the complex 3 ف 2 اللي هو سيتوكروم اللي هو سي
هيكون linked بيربط بين complex 3 والcomplex 4. لكن السيتوكروم اللي هو او الكوينزيم كيو او الابيكيونون فبيربط بين الواحد والاثنين. طيب if the electron flow directly or direct from NAD to oxygens, this will cause low thermal denaturations. إذا الإلكترونات اللي موجودة في الناد okay, flow directly تحولت من الناد إلى على طول ارتبطت في الأكسجين عشان تحول إلى الوتر. This will cause low thermal denaturation. لماذا؟ لأن الإلكترون عندها طاقة عالية فلازم تمر في عدة إنزيمات علشان تتكون عندنا الـ ATP وما يحصل عندنا low thermal denaturation اللي هو معنى الحرارة أو الحراري الثيرمال. طيب component of respiratory chain وهذا اللي بيهمنا حاليا منها نقدر نعرف احنا سميناهم تسميات مبدئية complex 1 2 3 4 الانزيمات لكن كل واحدة لها اسم. عرفنا already اسم الثاني اللي هو succinate اللي هو dehydrogenase. الآن راح نعرف اسماء المسميات الثانية. طيب عندنا complex 1 اسمه NAD H Q ناد اتش كيو المفروض انه هنا يكون في ابوكيونون كاسم اوكسيدو ريدكتيز اوكي فالمفروض هنا يكون في اللي هو ابوكيونون هنشوفها تقريبا في السلايد اللي بعده ايوه هذه هي ابوكيونون هذا اللي يهمنا ف اوكي زي ما قلنا اللي هو عندنا كومبلكس 1 اسمه ناد اتش كيو اوكسيدو ريدكتيز ممكن نقول كيو ممكن نقول اللي هو ابوكيونون ابوكيونون قلنا عنده اسم مسمى ثاني اسمه ايش اللي هو الكو انزيم كيو فممكن نسميها كيو او ابوكيونون نفس الاسم. في الفيجرز هذا بس يعني زي عبارة عن شرح بسيط عشان تكون واضحة والبقية بعدين خلاص ما مشكلة. يدخل الناد اتش بتحول للناد بتمر عن طريق عملية أول شيء بيمشي على كومبلكس 1 ثم كومبلكس 2 من كومبلكس 3 ثم كومبلكس 4 كومبلكس 2 سميناه ساكسينيت اللي هو ريدكتيز والكومبلكس 3 اللي هو حيكون له مسمى ثاني لكن المسميات في الفيجرز مختلفة شوية بتختلف من مرجع لآخر واللي هو الكومبلكس 4 عشان تعطينا بعدين H2O المفروض انها تعطينا اللي هو الانرجي. اللي بيهمنا هنا اللي هو الكومبلكسز اوف ريسبيراتوري تشين هذا اللي هو الكومبلكس 1 وسميناه اللي هو الناد اتش ابيكيونون اوكسيدو ريدكتيز هذا الكومبلكس 1 كومبوست اوف ناد اتش بيحتوي على الناد اتش اللي هو كومبوست اوف ناد اتش dehydrogenase enzyme with اللي هو ال FMN okay. اللي هو ال FMN as a cofactor فال FMN اللي هو as a cofactor هو عبارة عن cofactor عشان يشتغل هذا الانزيم and non-heme iron proteins كمان هو من خصائصه انه non-heme iron proteins فما في heme proteins having at least one اللي هو center iron or server center هنا عبارة عن يتكلم مرة specifically في ال structures وال structures عادة بيكون لل specialist يعني للناس المتخصصين لكن اللي بيهمنا هنا انه ال complex one عبارة عن اللي هو مسمى الثاني or another name called اللي هو ناد اتش ابيكيونون اوكسيدوريتكتيز الكوفاكتور تبعه اللي هو ال اف ام ان والكارير اللي هو الابيكيونون عنده كارير من اسمه ابيكيونون والانزيم هو اوكسيدوريتكتيز هذا اللي يهمنا حاليا عباره عن نون هيم ايرون بروتينز الكومبلكس 2 سميناه اللي هو السكسينيت ابيكيونون اللي هو اوكسيدوريتكتيز
وهذا عنده اسم ثاني اللي احنا اصلا نعرفه، ساكسينيت دي هيدروجينيز كومبلكس، هذا اسمه اللي نعرفه. لكن عنده الاسم اللي هو في ريسبيراتوري تشين، وكان اسمه زي ما انتم شايفين انه كان هو ساكسينيت ابوكينون اوكسيد ريدكتيز. فقال كومبوست اوف ساكسينيت دي هيدروجينيز، عنده الكو فاكتور هو هنا ايش الفاد as a cofactors، برضه نفس خصائص اللي قبلها انه non heme iron proteins at least center one اللي هو center of irons and اللي هو server centers. هذه عبارة عن structures وما هي كثير مهمة. الكومبلكس 3 سميناه ابوكيونون سيتوكروم سي اوكسيدوريدكتيز، لانه 3 بيجمع بين 2 و 4، بيجمع بين اللي هو الكارير الابوكيونون والسيتوكروم سي، عشان كده سميناه ابوكيونون سيتوكروم سي اوكسيدوريدكتيز. كمان عنده اسم ثاني اسمه اللي هو سيتوكروم ريدكتيز دايركتلي، سيتوكروم ريدكتيز مسمى اخر. كومبوست اوف هيم ايرون بروتين، لو لاحظوا انه هنا عبارة عن هيم ايرون بروتين، اللي قبلها كانت نون هيم ايرون بروتينز، نون از سيتوكروم اند نون هيم ايرون بروتينز. الكومبلكس 4 وسميناه سيتوكروم سي اوكسيديز، لانه هو اصلا اخر شيء سيتوكروم سي بيلتحم بين ال بين 3 و 4، عشان كده سمينا 4 سيتوكروم سي اوكسيديز. طيب كومبوست اوف هير هيم ايرون كوبر containing protein known as a cytochrome AA3 has a high affinity to oxygens. الإنزيم الأخير عنده high affinity to oxygens، يعني بيرتبط في الأكسجين بقوة. allows the respiratory chains to functions at a maximum rate until tissue become اللي هو depleted of oxygens، حتى تصبح مشبعة من الأكسجينز. عشان كده احنا قلنا الفاينل ريسبتورز اللي هو او الاكسبتورز اللي هو الاكسجين في الريسبيراتوري تشين. طيب اللي هو مالتي بروتينز كومبلكس ريسبيراتوري اللي هو اسمبلي از، عندنا كومبلكس 1 سمينا الناد دي هيدروجينيز، بيجي الناد اتش محتاجين للفاد اللي هو الاف ام ان از كو انزيمز، عندنا اللي هو اللي هو الكو انزيم كيو او الابيكيونون، لاحظوا انه بتوين الكومبلكس 1 اند الكومبلكس 2، وبيربط الكومبلكس 1 والكومبلكس 2 مع الكومبلكس 3. طيب الكومبلكس 1 بيشتغل على الناد اتش، اما الكومبلكس 2 فبيشتغل على الفاد اتش. اوكي هذه لازم نركز عليها، لان في عمليه بعدين هنعرف عن طريق البروتونز وما البروتونز، في عمليه الكوليكشنز ما بناخذ من الكومبلكس 2 لانه بيهتم فقط في الفاد اتش، ما بياخذ من الناد اتش. فالناد اتش بس بيروح من الكومبلكس 1 الى الكومبلكس 3 دايركت، ما بيعبر الكومبلكس 2. كمان الفاد بيمر من ال 2 ما بيدخل 1. اوكي هذه الفاد تحول الفاد اتش الى الانرجي. طيب عندنا هنا كومبلكس 2 سميناه ساكسينيت دي هيدروجينيز، بعدين يجي الكو انزيم كيو او الابيكيونون، بياخذ هذول المركبات اللي انتجت بيوديهم للكومبلكس 3. كومبلكس 3 بيمر بعدة مراحل او عدة تفاعلات، بيجي الكومبلك اللي هو السيتوكروم سي اللي بيربط بين ذا كومبلكس 3 اند كومبلكس 4 عن طريق سميناه اللي هو السيتوكروم سي اوكسيديز، بيحولنا الى الووتر عشان يعطينا اللي هو فاينالي اللي هو الانرجي. طيب قبل ان يدخل الانرجي احنا تكلمنا على حاجه اسمها اي تي بي سينثيز، وقلت لكم هو عباره عن جهاز حيوي موجود في الميتوكوندريا اللي بيحول بعد ما تتم عمليه هذه كلها، لاحظوا السحب راح للكومبلكس اللي هو الاي تي بي سينثيز. بتروح لهذه العملية بيحصل عملية بومبينج اللي هو بروتونز، هنشرحها بعد شوية كمان عشان يعطينا الـ ATP. clear clear. طيب
هذا الفيجرز اللي يهمنا. بالفيجرز هنا بيتكون لنا 10 بروتون اللي هو بم، هذا اللي يهمنا. اللي يهمنا الثاني انه كل الكومبلكس بتعمل بم بروتون الا الكومبلكس 2 نو بروتون بم، اوكي؟ فما في بروتون يصنع نو بروتون، اوكي؟ فعندنا لاحظوا كومبلكس 1 يعطينا 4 بروتونز او 4 هيدروجينز، لاحظوا كومبلكس 2 if we see ايوه هذا كومبلكس 2 ما في اي هيدروجينز، لكن كومبلكس 3 بتعطينا 4 هيدروجينز، كومبلكس 4 بتعطينا كمان 2 هيدروجينز، كومبلكس 1 بتعطينا 4 هيدروجينز اور 4 بروتونز، كومبلكس 2 ما بتعطينا اي اللي هو بروتونز، كومبلكس 3 بتعطينا 4 اللي هو بروتونز، كومبلكس 4 بتعطينا 2 هيدروجين اور بروتونز، اوكي؟ عشان كده احنا قلنا الفاد اتش زي ما انتم شايفين بتدخل على كومبلكس 1 تروح الكومبلكس 3 تروح الكومبلكس 4 بتعطينا الاي تي بي بعد ما تدخل اللي هو ليش الاي تي بي سينثيز. لكن زي ما شايفين هنا الفاد اللي تحولت للفاد بتدخل على كومبلكس 2 فما في بم ما في بروتونز يعني، فبتدخل من 2 بتروح ل 3، 3 بتعطيها 4 و 4 كومبلكس 4 بيعطيها 2، فمعناته في الفاد اتش كم عندنا بروتونز؟ هنا ما عندنا ولا بروتون، هنا عندنا 4 هنا عندنا 2 كم؟ 6 بروتون صح؟ لكن الناد اتش how many protons we have we got in complex 1 4 complex 2 ما في complex 3 4 complex 4 2 فالكوليكشن از 10. يهمنا الرقم هنا ليه؟ عشان نعرف كم هيعطينا اي تي بي وكم يساوي الاي تي بي.